قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: هذا كله سداً للذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما حرم الله جل وعلا الذبح لغيره، فقد حرم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغيره، لأن الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فإن الناس قد يقتدون به ويذبحون لغير الله ظنا منهم أن هذا يذبح لغير الله. يعني أنت ما بتذبح لغير الله، بالراحة يعني ما بتذبح لغير الله سبحانه وتعالى. اثنين، مكان ذاته بيذبح فيه لغير الله ما بجوز تذبح فيه ولو لله سبحانه وتعالى. وكل هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلى الشر. قال: وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية فيها فوائد عظيمة للغاية، وسبب هذه الآية، سبب نزولها، أن أبا عامر الذي كان في المدينة وكان على دين النصارى وعلى دين أهل الكتاب، وكان حاله كحال الكثيرين يطمع في العلو، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وغيره فعل كفعلته. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: خرج هذا الرجل أبو عامر ولقب بأبي عامر الراهب، قال: ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق، هكذا في إعانة المستفيد. قال: وسبب ذلك خروجه عن طاعة الله ورسوله، وهذا هو الفسق. فخرج إلى الشام وألب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وحرض الناس، ثم أرسل إلى بعض المنافقين أو إلى المنافقين في المدينة أن يقيموا مسجداً يجتمع فيه هؤلاء المنافقون لهدم الإسلام والمسلمين، ولن يستطيعوا. فلما فعلوا ذلك، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى غزوة تبوك ومدتها 50 يوما، وعدهم أو قال لهم بأنه إذا رجع سوف يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه، قال لهم بأنه إذا رجع سوف يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم نياتهم، والله تعالى توعد هؤلاء المنافقين جميعا فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. وذيلا الثلاثة قد تلقاهم، والله تلقى المنافقين وتلقى الذين في قلوبهم مرض ويظهر في ألسنتهم أو في وجوههم، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، قال: من أسر سريرة سيئة أظهرها الله في صفحات وجهه أو فلتات لسانه. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وترى أيضا المرجفين، إذا تكلم متكلم في التوحيد قاموا عليه بحجة: لا نريد المشاكل، لا نريد كذا، لا نريد كذا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء وأنهم أرادوا الشر، ونهاه
صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم للصلاة معهم أو للخطبة عندهم، فقال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه كمسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب علاقة الآية دي والقصة دي بالباب شنو؟ الباب يا جماعة بحرم إن الزول ما يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن المكان ده شر أو فيه شر وذريعة إلى الشرك هذا الفعل. نفس الشيء المسجد الذي صنع وأقيم من أجل الشر نهى الله نبيه أن يذهب إليه وأن يقوم فيه، فزي ما نهى إنه يمشي لمسجد مع إنه المسجد ده بني وظاهره الخير لكن باطن أهله أنهم يريدون الشر، فنهاه عن الذهاب إليه، فكذلك ينهى العبد أن يذهب إلى المكان الذي فيه شر. بس ده وجه الدلالة. طيب لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال الفوزان فيه فضيلة أو مدح مسجد قباء، أسس على التقوى، قال وفيه أن المباني والأفعال تتأثر بالنيات، يعني الحكم بتاعه بيجي من ضمن الأسباب يراعى في الأحكام تراعى فيها النيات. إذا نوى العبد بمسجده نشر الخير والتوحيد والسنة ونشر العلم ونوى الأجر العظيم في صلاة المصلين ونوى الخير فإنه يؤجر، وإن نوى الشر فإن هذا ينعكس على هذا المسجد. طيب أيضا من الفوائد أن المساجد الواجب على أهلها التطهر، التطهر ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن يتخلص العبد من الحدث الأصغر والأكبر، يتوضأ وقبل ذلك يغتسل إن كان عليه حدث أكبر أو كان به حدث أكبر، يعني جنب اغتسل، ما متوضي اتوضأ، ولو ما في موية أول موية فيها ضرر بالنسبة له يتيمم فيدخل طاهرا ظاهرا في بدنه ويدخل طاهرا في ثوبه ولا ينجس المسجد، ثم أيضا يتطهر باطنا، يتطهر أولا باطنا ويتطهر ظاهرا، ثم يتطهر ظاهرا، يتطهر باطنا من نجاسات الشرك والبدع والنفاق، لأن العبد إذا صلى لله وهو مشرك فإنه نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تلقاه مستحم ومريح والجلابية مكوية ونجس، تقال النجاسة دي شنو وجوه نجس، لأنه جماعة الشرك ده ما نجاسة. طيب فيتطهر بالتوحيد، شكل المساجد دي يعلموا فيها التوحيد والعقيدة، والله نازل يا أخو فروض يفتحوا الإذاعات للناس ويفتحوا المساجد، الناس الماسكين الإذاعات ديل إذاعاتنا الخاصة يعني حقتهم براون، إذا يجيبوا فيها الدراويش ديل يا أخي انشروا الشرك والبدع، يجيبوا ناس الحق انشروا الخير، ما إلا يجيبونا نحن، يجيب ناس حق المهم انشروا الخير وكذا وكذا، واحد تلقسها وليزا حقت براو ولا حقت الحكومة ذيك ما عام حقت حكومة عام البلد كل حقت براو تلقى، يجيب لك فيها مسلسل أطفال ومسلسل وين والحاج فلان والحاج فلان وضحك الناس، جيب الخير يا أخي انشر الخير، إذا عاد يا أخي في أمامك تلقاهم في الخلاء يخطوا الراد يسمعوا نزاوين كبار يخطوا
الجبنة يسووا فيها وتلقاهم خاتين الرادي. انشر الخير، انشر التوحيد، انشر السنة. طيب، والله يحب المطهرين. هذه فائدة، أن العبد إذا تطهر وسعى للتطهر فإنه يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، كما في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا. وبوانا منطقة بين مكة والمدينة. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضب من وراء ينبع، كما في فتح المجيد. طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي هذا الرجل نذر أن يذبح أو أن ينحر، أن ينحر إبلا، ونذر أن ينحر هذه الإبل في هذه المنطقة وفي هذا الموضع. فقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل المنطقة دي كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والوثن ليس خاصا بالأحجار، ذاك الصنم. الوثن ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإن كان قبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا. إذن في بعض القبور تتخذ أوثان بنص هذا الحديث: لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن يفهم من نص هذا الحديث أن بعض القبور تتخذ أوثانا إذا عبدت من دون الله وعبد أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى. وده الآن يا جماعة موجود في بلدنا، في تسجيل صورة وصوت، جايبين زول كبير في السن لحيته بيضاء واقف، صحة سمحة، واقف جنب القبر بيقول: يا شيخ حسن وتحسونا، نحن جيناك وانت بتعلم نياتنا، فأتي كل ذي سؤل سؤله. عليك الله، في شرك أكثر من ذا؟ فأتي كل ذي سؤل سؤله كذا، وصورة وصوت موجودة. طيب، قالوا: لا. قالوا: لما في وثن كان يعبد هنا؟ قال: هل فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف منذرك. إذن لو كان فيها وثن يعبد أو كان فيها عيد من أعيادهم لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فدل على أنه لا يذبح لله ولا يوفى النذر بمكان يذبح فيه لغير الله ويعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. قال: وإسناده على شرطهما. والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وصححه الشيخ مقبل الوادعي أيضا رحمهما الله في كتابه الصحيح المسند. طيب، هنا فائدة، وهي أن الوفاء بالنذر يكون إذا لم يكن فيه محظور شرعي. يعني أنت لو نذرت أن تطيع الله الواجب عليك أن توفي النذر، لو نذرت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليك أن لا تعصي الله، لا توفي بنذرك. ولو نذرت نذرا وأنت لا تملكه فيما لا يملك ولا فيما لا يملك ابن آدم، ف
فلا يجب عليك الوفاء بهذا شنو النذر. واختلف العلماء في نذر المعصية هل على صاحبه كفارة أو أنه ليس على صاحبه كفارة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والصحيح أنه لا كفارة على صاحبه. بعض أهل العلم رجح غير ذلك، لكن قال الشيخ الفوزان: والصحيح أنه لا كفارة على صاحبه. إذا نذرت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فالواجب عليك أن لا تعصي الله، بل الواجب عليك أن ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله. أذان أذن. طيب، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي أن الذي يعصي الله في مكان أو يكون هذا المكان لمعصية الله ولنشر الشرك فإن العبد لا يوفي فيه النذر ولا يذبح فيه لله سبحانه وتعالى. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل هذا السائل طلب منه التفصيل وسأله سؤالين، أحد هذين السؤالين عن الشرك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، السؤال الثاني عن البدعة، وأحيانا هذه البدعة سببها الشرك كحال هؤلاء من الذين كانوا في الجاهلية، فسأله هل كان فيها عيد من أعيادهم، فلما لم يكن هذين الأمرين شرع أو أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني بعض المسائل لا تحتاج إلى استفصال ولكن بعض المسائل تحتاج إلى استفصال. لو جزو سألك قال لك هل يجوز أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، لماذا تفصل له؟ قل له لا يجوز وهذا شرك بالله، قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وده يا جماعة نصيحة أنا أقولها من المنبر ده للدعاة إلى الله تعالى جميعا، إن شاء الله تبلغ أي زول يتكلم في الدين. الناس ما تطول المقدمات للأمة دي، ناس دي مستعجلة بموت مستعجلين ذاته، والله إلا يشاء ربي شيئا، ناس دي ما أشياء زول ما في وقت، ما تطول المقدمات، اديهم كذا 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 خلاص مش طوالي، مرات مقدمة بسيطة ومش طوالي، ما تطول. زول جاي للتوحيد تلقى ماشي بفوق بغادي حتى نجي بعد تعب والناس يكون ناموا وصحوا وناس مرقوا وناس كذا. تعال من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد يا جماعة الله خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة دي الله ما بيقبلها مع الشرك، والشرك ده زي تدعو غير الله، ما تقول يا فلان يا كلام طوال التماشي 5 دقائق توريهم الإسلام والتماشي طوال. أما بعض المسائل تحتاج إلى استفصال، يعني سألوك عن مسألة في الطلاق ما طوالي تسرع استفصل من شنو من السائل، في بعض المسائل استفصل. طيب، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني لو قلت أنا بذبح لله سبحانه وتعالى نذرت أن أذبح لله في الكلاكلة حلال إذا خلا من شنو من الموانع. الموانع كان تكون المنطقة يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى أو فيها عيد من أعياد أهل الشرك. السادسة، المسألة السادسة، المنع منه من الوفاء بالنذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. شوف الشرك ده شر كيف، ولو بعد زواله. السابعة، المنع منه إذا كان الوفاء
بالنذر المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوالهم، ولو بعد زوالهم. يعني لو اشتريت لك محل فيها ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فيها بنية ولا فيها حوليات بتاعت بدع ومشاكل وشركيات وأشياء زي دي، ما تمشي تقلبها مسجد ولا تقلبها خير، شغلها حاجة ما فيها عبادة، سويها حمامات قلت لك زول برا ولا حاجة، المهم ما فيها شنو، ما فيها عبادة من العبادات، أجرها يعني بتستفيد منها، ولا غسال بتاع غسال، حلال الغزيل ما حرام. طيب قال الثامنة أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، يعني هو نذر معصية وإن كان في أصله نذر طاعة، نذرت تذبح لله ده نذر طاعة في أصله، لكن لما كان في هذا المكان صار نذر شنو؟ معصية، فلا يجوز الوفاء به. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ولو لم يقصد شنو؟ عيد المشركين. زي بعض الناس تلقوا سيقلدر داقة يمشي عياد الكريسماس والنصارى وغيره يبيع لهم في الترمس والهنا، يقول لك أنا دار أبيع بس، انت ما تبيع في الأسواق الثانية إلا بس محل المعصية ومحل الشر وكذا وكذا، مدعين على الشر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العاشرة لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، يعني لو نذرت تعصي الله سبحانه وتعالى لا توفي بنذرك. قلت لله علي أن أفرح هؤلاء اليتامى بإقامة حفل خيري وجفي والفنان الفلاني وكذا، ده نذري معصية ما بجوز لك توفي بنذر. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، شيء أنت لا تملكه لا تنذر، لا تنذر. وأيضا لا يجب عليك الوفاء، لا يجب عليك الوفاء، حاجة ما بيقدر يعني، يعني قال لله علي أن أتصدق بعشرة مليون وما عنده ولا مليون، هو حاجة ما بيملكها زي. وأصلا النذر مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لكن الوفاء بالنذر هو الذي فيه الأجر وهو الذي فيه المدح، لكن هو في أصله مكروه. انت ما عندك عبادات ليه بتلزم نفسك بإيجاب عبادة ما أوجبها الله عليك؟ تعبد الله بالعبادة دي بس. ويأتي البيان إن شاء الله تعالى في الأبواب التي بعده.